المشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب. اليوم كنصادفوا الديربي على انفاس، جوج ديال الفنانه كل واحد كيعشق لون، واحد الاخضر وواحد الاحمر، ولكن هما كيسكنوا في درب واحد وكيلعبوا في فرقه مسرحيه وحده. معنا مصطفى حقيق، مرحبا بك. الله يبارك على انفاس. السيد علوكي مرحبا بك على انفاس. الله يكبر بك. واش انت متعصب؟ لا، غير متعصب رجاوي مطلق. رجاوي متخلق، كنحب فريق الرجاء بطبيعه الحال، باخلاق، بدون اعصاب. واش بغينا اخويا بالاعصاب؟ وانت السهل هادي اخويا وتعقول. انا ما متعصب ما والو، الحمد لله مرتاحين. بيس. اذا حي الكاسكيت صافي بلا ما نديرو. واش عطاو اخبارنا؟ كنضربو بالحجر. لا، الجمهور الولادي جمهور راه هو يقول لك راقي، والجمهور الرجاوي حتى هو والله يدوم متخلق عنده الراقي، متخلق الراقي راه كيلعب مع الراقي. الحمد لله الوداد دابا ولاو كيعترفوا بالراقي، هو كان راقي. لا لا كويري كويري، الله يحفظك. هذه كنسميها ثقافة الاعتراف. اسمع اش قال؟ دابا دايرين ديربي بعضياتكم، انا نوض نمشي بحال هذا. اسمح لي، هو قال لك سميتو باش تعرف، راه ما بيناتناش. الحمد لله بخير بخير الحمد لله. شكون اللي غتشجع؟ واش الوداد ولا الاهلي؟ بالنسبة لي أنا قسما بالله إلا بغيت الأهلي يعني تخسر يصلح لك، بغيت الأهلي تخسر. بغيت الأهلي تخسر يعني الوداد تربح. علاش بغيتي الأهلي بالضبط تخسر؟ علاش؟ لأن دابا خلينا دابا من داك الشيء ديال الرجاء والوداد. داك الشيء بيناتنا، داك الشيء بيناتنا، كتلعب الرجاء داك الشيء البطولة الوطنية، حنا بيناتنا داك الشيء عادي. ولكن ملي كتولي القضية أنا كنولي كنقول الفريق المغربي الوداد. ماشي حيت ربحاتكم الاهلي ونزعات منكم التاهل يعني بغيتي يعني الوداد تنتقم منا؟ لا، ما عنديش هذه الفكره. كل ما يتعلق يا تكون الاهلي يا تكون دابا حنا سميتها بركان فرحنا لها. المغرب كامل فرح بركان حيت لعبوا بالدرابو ديال المغرب. اذا حتى الوداد لعب بالدرابو ديال المغرب. ولكن كاين شي رجاويين انهم كيقول لك كيشجعوا الاهلي. البارح مشاوا للمطار من جاوا الاهلي كيشجعوا في الاهلي. ايوا اش غنقول لك؟ دابا كتلقى المشماش كاين اللي كتلقاه حلوه وكاين اللي كتلقاه حار. ها دابا الجمهور فيه حلو فيه حار. راه كاين شويه كل حلو ولا حار. الاغلبيه ديال الجمهور الرجاوي جمهور كما قال متخلق وراقي في المستوى. اذا السي بلادي انت ودادي الا ربحتوا غتتعادلوا مع الرجاء في الارقام، غيوليو ثلاثه الارقام. ايوا الحمد لله الحمد لله. يعني لا الربح كاين مربوح ان شاء الله 100%. ضامنين الربح مربوح. علاش الكار ما جاش من فاس؟ وفي حق هذاك النهار انا ما كنتش راكب في الكار. وشكون اللي كان راكب؟ الشيفور مصطفى. الشيفور تعطل. هو اللي علاش ما جابش الكار؟ هو اللي دار لافوت. قول لي انتم علاش ما كملتوش مع الوداد ميطا؟ غادي نكملوا الدوزيام ميطا. يمكن. نهار تربح الاهلي، نهار تربح الوداد الاهلي ان شاء الله غادي نكسر نقولوا الدوزيام ميطا راه تعبت. كيما كيقولوا على يعني العار الجار على جاره، يمتى غيهديكم الله وغتصالحوا؟ احنا هادينا الله، هذا الداي على ذلك هو يعني الحمد لله. دابا انتم متصالحين بخير. خوفا ونقول لك الله بخير. دابا كنا في قهوه ديال الرجاء. نسنا وتقهوينا وتذكرنا الذكريات. عفوا ودادي يقول لك في قهوه ديال الرجاء. ايوا والله العظيم. السميه مسمينها موليزو ولا سميتها. ميلازو. ميلازو. ميلازو اللي كنقلب قهوه الرجاء، ما الرجاء قال لي ركب لك فيها بكار. الله يرحمه فعلا. يعني هو بغينا نهضروا. ولكن السمستر اسمح لي ما مشاش لبستوني. بغيت نهضر معك في المعقول. دابا بالنسبه لاي دوري اذا ما كانتش الرجاء والوداد عرف راه بحال شي طعام مسوس بلا ملحه. باش نكونوا واقعيين، دابا نعطيك مثال. دابا ملي كيكون الجمهور ديال الوداد الله يرضي عليك كتحس بواحد الاحساس فريد منه، ولو اننا رجاوي كنشوف داك التيران ديال ياس فريد منه. يعني كتشوف واحد الجو جميل جدا. انت بالنسبه للجمهور الرجاء ملي كيكون التيران عامر كتكون واحد الجماليه والاعلام ديال برا كتولي كيتكلم عليه، يعني كيفاش الجمهور يعني ولات غتولي العدوى. حتى دابا الفرق الاخرين دابا كان حتى هما بغاو يوليو يديروا الجمهور ديالهم جديده، يعني هذا الشيء غادي يخلق واحد الحماس بطبيعه الحال في جو اخاوي. اللي بغيت نقول هو ان سواء الجمهور الودادي او الرجاوي الجماهير هذه وصلت العالميه. ودابا بهذاك ذاك النيفو اللي وصل ليه الجمهور هما غيجاوبوا لي زيكيب ديالهم تما ان شاء الله يوصلوا لهم. الله يرضي عليك، هذا هو بيت القصيد. دونك سكي فيه هذا الشيء كيفرح. قالوا لي غتمشيو بجوج تفرجوا في الوداد. ماشي معايا.
اه نمشي معاه ان شاء الله. قلت له ضربتوني؟ قال لي لا لا نمشي معاك وغنيني. قال لي لا يضرب قميجه. لا وفي الحقيقه راه هادشي ماشي ساهل. واش دابا انا كنشوف دابا في الوداد كنشوف فيه بحال المنتخب المغربي. هذاك الشيء اللي قسما بالله دابا الوداد كنشوف فيه بحال المنتخب. خلي بيناتنا داك الشيء حنا بيناتنا بحال دابا كاس العرش منين نتلاقاو معاهم في كاس العرش ان شاء الله حنا غنبغوا نربحوا. تبغي الرجاء تربح ولكن تكون ثقافه الاعتراف. الرجاء اللي ما لعبتش خاصنا نعرفوا بلي الرجاء راه ما لعبتش كاين شي حاجه ولا في الشكل حتى الوداد اللي ما لعبتش انا وياه راك عندنا ثقافه الاعتراف هو يقول لك الوداد ملي كتكون لعبه زوين كيقول لي الوداد لعبوا ولكن نقول والله الا لعبوا والعكس الرجاء لعب كيقول لي لعبت اليوم كيقول لي ما لعبش ما لعبش كنقول لي انا ما لعبتش. قول لي السي مصطفى يعني الحب ديال الرجاء شحال كان عندك من عام والله راه سكنك في عظامي اش غادي يسكنني في عظامي مني اش غادي داوني واحد الخطره باقي صغير ودخلت بالسبرديله في التيران وخرجت بلا سبرديله. احمد الله خرجت جايب السبرديله وكتب عليك زعما احمد الله معي اش غادي نقول لك واحد الاحساس قلت لك الاحساس جميل جدا والله العظيم كتكون واحد الجو وكيكون واحد تاع الصغر ديالي كنت كنسمع الاخ ديالي كيقول الرجاء 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 كنقول انا الاخ ديالي هو مالو هذا الرجاء الرجاء كيفاش صافي تما تنشبت. انت كنت كتصحاب الرجاء واقيلا شي دريه. لا 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 زعما ما كنتش عارف بلي راه باقي صغير كنقول غير راه كننطق بالرجاء ولكن شنو اللي وليت كنعرف بلي راه كوره. انت دوك التيران هذا مش عارف شي فرقه ديال كوره سميتها الرجاء. زعما ملي مشات السبرديله. والسي عبد القادر وقعت لي واحد الطريفه مع نور الدين نيبتي. كنا صغار باش نشرح لك واحد القضيه انا كنسكن في حي الفرح وحي الفرح كان تقريبا كل وداني. و بارمي الدراري وكنا تقيدنا ديك الساعه كنلعبوا في ليزيكيب اللي تقيد في الوداد كان ديك الساعه الوافا والاتحاد ولكن الاغلبيه كانوا مشاو للوداد ومنهم نيبت نور الدين نيبت وكان صديق ديالي ولعبنا واحد التورنوا وهذيك التورنوا كنا عرفتي دوك التورنوا ديال الاحياء لاعبين درهم هو خلص عليا نور الدين نيبت خلص عليا درهم وخسرنا باقي دابا كيتسالني واحد الدرهم فين هو الكاميرا سي نور الدين دوز اخويا خذ واحد الدرهم ديالك باقي كيتسالى معاك عبد الهادي صاحب حميده الحاجي دار كنا نلعبوا في الرومبا هي ما تحلو ما الاخبار في راسك شكون حلو صندوق اللي كيحلو الله يرحمك وليدي قول لي اش دروينا نايضه في الرجاء سي مصطفى المكتب ديال الرجاء مالو اللي غادي نقول لك غيكون خير ان شاء الله انا ما كنبغيش ندخل في هذا الشيء موليه قادين على شغلهم وكنظن على ان الرجاء غتبقى دائما واقفه وغادي غادي غادي يراجعوا بزاف المسائل غتراجع وغادي يراجعوا شي حوايج اللي ربما ماشي هي هذيك وغتقاد الامور ان شاء الله وغنجيبوا لعابه زوينين ان شاء الله والرجاء غادي توقف هي واقفه غتزيد توقف على الصح ان شاء الله. هي راه واقفه دابا ما لعبش البطوله. لا زعما واقفه على رجليها مزيان باقي باقي ان شاء الله غادي يكون الا الخير ان شاء الله. شوف اخويا انا فاطر كامل راجع لا قلت لي قلت الله يحفظنا هذه الحلقه وصافي. انا واش كاين شي باب لوراني غنهرب منه. الله يحفظ. اجي تخليني ندير الكاسك الله يرحمك. لا 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 خذ راحتك خذ راحتك. كي كيجيك النصيري رئيس الوداد البيضاوي؟ شكلتها حيت كنت قلت لي صاحب النصيري لا ماشي لا ماشي ماشي الفنان انا دابا كنهضروا في الكره. النصيري سميتو رجل مجتهد كيخدم برافو عليه والدليل انت كتشوف النتائج كيفاش دايره الوداد فيناليست دابا في لا كوب دافريك غادي ان شاء الله البطوله والحمد لله راه الثلاثيه هي جايه. السي مصطفى التوقعات ديالك ديال المباراه ديال الوداد والاهلي؟ التوقعات ديالي ما نكذبش عليك لا اكذب 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 انا مزوج التوقعات ديالي غيتماركا البيت ان شاء الله في الدقيقه 10 على من غيتماركا قول لنا غيتماركا على الاهلي. هاك شكون اللي غيسجل؟ ها شكون اللي غيسجل؟ في الوداديين واش غادي نقول لك؟ جوالي قالوا لي ما تقولش جوالي قال جاي من الكراكه رجيم من الكراك خليها جوادك قال لك خليه قالوا لي حتى الا قلت قال سميتو ان شاء الله قلت شي غد غادي سميتو وغيكون وغادي يطردوا جوج لعابه ديال الاهلي غيطردوا طلب تسليم جوج لعابه ديال الاهلي غيطردوا غيجيبوها في راسهم غادي يهرسوا ولا غيكون الماتش فيه شويه ديال سميتو الودادين يحضروا راسهم ويحضروا رجليهم. قول لي يا سي عبد الهادي التوقعات ديالك جوج زيرو ان شاء الله الوداد اللي غادي تربح. شكون اللي غيماركي في الوداد؟ الحسوني و
قالوا لك جوالي حسوني وسميتو سميتو هذاك سميتو هذاك الداودي جلال الداودي جلال الداودي آه ماشي رشيد الداودي تحية رشيد الداودي افتقدنا ديك الضربات الداودي اليسرى الذهبية ياك السي عبدالي نزيدو واحد البيت في السطح لا ممنوع ممنوع العشوائي وغيكون واحد التوقفات في المقابله ما كنجاوبوش هذه كون توقفات عندك سميتو فيني هذه يعني نتمنوا ان فريق الاهلي يكون شويه مضابط ويكون ما يتعصبوش ولكن الوداديين ما نخافش عليهم غيكونوا ان شاء الله اسود ورساله بكل تواضع لاحظت اليوم ما قالش تواضع وكانت كلمه جميله عند الاستاذ وما قالهاش عرفتي علاش ما قالهاش؟ حيت دابا بارك الله قال والي جواد شي رساله للجمهور يعني المغربي بصفه عامه الودادي الرجاوي فاش نقول لك بالنسبه للجمهور الرجاوي ولا الوداد الحمد لله كاين واحد الحضاره كبيره وكاين واحد يعني اش غادي نقول لك ملي كتشوف التيران في بحال قلتي واحد اللوحه فنيه ملي كتشوف داك الالوان وكتشوف كلمه الوداد ولا كلمه الرجاء يعني واحد المجهود جبار يعني الناس اللي واقفين على شي ما شاء الله عليهم يكملوا وبطبيعة الحال بشكل ونمشوا بشكل اخوي بحال الرجاء بحال الوداد يعني نكونوا كل شيء ولاد البلاد كل شيء ولاد البلاد بركان من ربحت راه فرحنا والله راضي اللي ربحت بركان راه قلت لك بيدا ما يقطعش المونتاج قال والي جواد غادي نقول علاش بغيت زعما كان الوداد ان شاء الله تجيب نفس دير المغرب كامل بركان وان شاء الله غتلقى الوداد وبركان في السوبر كوب ان شاء الله اكيد رساله للجمهور الجمهور يعني بصفة عامة على هذا الشغب ديال الملاعب لا لا نورمالمون هادشي خاصو ما خصوش يبقى كاع بصفة نهائية لأن كنعقل واحد الوقيتة أنا راه من أول سكول يعني من التونيل غيبان لك راه ودادي قديم وكنا كندخلو للتيران واحد الوقيتة كيدخل الجمهور ديال الوداد والرجاء كلشي مخلط ما كاينش مشكل وكتفرج وتخرج وتقدر تمشي مع خوك ودادي وأنت رجاوي داكشي من بعد بقى كيتطور لي حتى ولاو ولكن أنا كنوقف ليا شعري يعني كما كيقولوا في دورش ليا الحمي صراحة نهار كانوا قالوا لك شو هذاك نهار الرجاء مشاو يتفر فاش تلعب في رمضان وكانوا كيفطروا تماك يعني دي كيفطر غير بالماء بالتمر وكل واحد والله العظيم بكل تواضع كاينه ولا ما كايناش حتى بالنسبه لجمهور الوداد المهم ديربي زوين وحقه زوين مع جوج ديال الفنان ولا الدرب واحد السي مصطفى حقيق وعبد الهادي العلوكي الحمد لله الحلقه دازت بخير السي مصطفى دابا نسى رساله يعني دابا كاين هذه النهايه ديال كاس عصبه الابطال الافريقيه ما بين الوداد المغربي والاهلي المصري يعني الوداد المغربي الله يرضي عليك يعني هذا هو اللي بغيت نقول لك بان رساله للجمهور كما كانت النتيجه اش تبغي يعني توصل ليه يعني شي رساله منك للجمهور يعني المغربي كما كانت النتيجه يعني رباح خسران يعني شي رساله تكون ثقافه الاعتراف فريق الوداد فريق متمكن احب من احب وكره من كره فريق عتيد قوي لا في الدفاع لا في الهجوم لا في التقنيات ولا في التحرميات ديال دوز من هنا ودوز هنا واعطي عندهم التقنيات انا ثقتي فيهم كبيره فمن غادي يربح فريق الوداد المغربي راه تكون واحد الفرحه كبيره بركان داتها مرة الثالثة كنقولها بركان والوداد غادي تحب بركان ما بقاتش بها كاعد والواقع هذا الواقع هذا وتجي عاوتاني ديها الوداد راه شي حاجة كبيرة بصالح المغرب شي رسالة الصومعة المغرب راه غادي يعني أنت كودادي كما كانت النتيجة يعني رسالة للجمهور نورمالمون الرباح أنا كيف قلت لك 100% إن شاء الله الوداد غتربح ما يكونش الباطل ويكون الحكم يكون الحكم في المستوى اللي بغيت كنتمنى اللي بغيت نقول بالنسبه للجمهور الاشكاليه اللي كتوقع بالنسبه للجمهور هما ذوك الدراري القصيرين اللي كيدخلوا نورمالمون انا ارون ابي 18 عام فوق هو اللي خصو يكون في التيران هادشي اللي خصو يكون علاش حيت ذوك القصيرين ما كيعرفوش وما ما كيحسبوش الاخطاء ديالهم علاه كاين ذاك التهور اما واحد كبير بعقله ما غايديرش المشاكل القضية بغيت نقول لك بالنسبة للعائلة ديال كازا العائلة ديال كازا كاملين يلاه كيتزاد الدري قبل ما يسميوه كيقولوا غادي يكون ودادي لا رجاوي لا وداد عاد كيفكروا في السمية
وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الدري اللي غادي يكون ودادي ولا رجوي يكون دري متخلق، لان التربيه هي الاساس. كنتمنى الرساله ديالكم توصل للجماهير المغربيه. معقوله الكلمه اللي قالها قالك يتزاد الدري؟ باقي جوادك باغي نقولوا شي حاجه اخرى؟ فعلا الدري يتزاد خاصو يتزاد في بركان، بركان خاصو يتزاد ونفكروا ليه في التربيه ديالو هي الاولى ونطلقوه. ومن اللي كيتطلق متربي اكيد انه ما يهرس الكراسي. قالوا لي جواد. تحيه للمشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، الحمد لله دازت الحلقه بخير وعلى خير، دوزوا بخير وداز بدون كاسك.